يمضي بالحياة، إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأننا عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. خيوط القدر في البداية، قصة يحكيها الزمن، قصة منسوجة من خيوط القدر، قصة صراع الخير لأجل الخير يبقى لأجلك انت لأجلي أنا والبشر. يا ابني آدم، يا ابني الدنيا تفاني، هكذا الإحساس في معنى الأماني. يا ابني آدم، هكذا الدنيا تفاني، هكذا الإحساس في معنى الأماني. واللي صبر صبر يلقى الأماني غايته، درب الخديعة ما يحقق ربته. يا ابني آدم، يا ابني آدم، مهما يطول الشر الشر خيوطه تبين، مهما يطول الشر الشر خيوطه تبين، شمس الحقيقة تكشفها بتالي الأمر، شمس الحقيقة تكشفها بتالي الأمر، بتالي الأمر. يا ابني آدم، يا ابني آدم، أوه يا ابني آدم. هذه شنطة الأوراق المزينة، وهذه شنطة الفلوس الحقيقية. الحين هذه استريح لي تحت. وهذه
سيف علشان يعرفون من سالم إبراهيم. سالم إبراهيم الأذكى والأقوى. سالم يا سالم الله يهديك. بس نعم أخي سيف. نعم يا أخي ما صارت هذه، قلت لك 100 مرة لا تأخر صرف الكشوفات، الناس اللي تأخذ فلوسها يا أخي. الله يهديك الله يهديك. هذه الشنطة جاهزة والمود فيها كاملة. أنا تصدق لو أنت ما مستعجل، بس أنا كان إحنا جاي الموقع. لا تمام تمام تمام. شوف كاملين 4000 ريال كاملين. لحظة بس التليفون رن. ايوه ايوه نعم نعم اي نعم الاخ سيف موجود. نعم ان شاء الله ان شاء الله. سيف 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 آه. الو نعم ايوه ايوه معاك المهندس سيف. ها ها يا اخي ما سمعك، ارفع صوتك شويه. ايوه بخصوص الخامات الناقصه هذه بتوصل لموقع العمل اليوم. ها ورواتبكم بعد جاهزه. معاي معاي. يلا انا جاي في الطريق. يلا مع السلامه. لا تخاف عيون، لا تخاف عيون. كيف الناس يسيلوا على رواتبهم؟ يلا على ذا. لا 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 لا. تعال الله يديك، بتسوي لنا بنية مع عمك الباب. وقع 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 وقع. قلمك وايد. الله يهديك. يلا حرام. بدك تساهم؟ ايش تسوي؟ عشان اطمن بس. ايوه اعطيني خميس خميس. ايه خميس اسمعني، اريدك في مهمة بسرعة. يلا تعال تعال. أقول إنها كملت الطبخة وخميس بيسوي لها البزارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا منزل المهندس سيف؟ أيوة. أنت أمها؟ أيوة أنا أمه. طيب المهندس سيف أعطاني هذه الشنطة وقال لي وصلها البيت، وقل لأمي تحطها في الغرفة، أقصد في غرفتها، لأن فيها أوراق مهمة، وقال بحتفظ فيهم في البيت أحسن. أخذي. تفضل يا ولدي. لا أحسنتي شيء يا مارا. شكرا أحسنتي يا ولدي. مع السلامة. مع السلامة. بهذا التوكيل أنا بباشر كل شيء، ما حد له شيء عند الحين أبدا، كل شيء صار ملكك. ما أعرف يا أبوي اللي سويناه نحن صح ولا غلط. أنا ما سويت كذاك إلا علشانك يا فاطمة. أنا ما ممكن أخلي حد يبيعك ما دمت أنا حي، أو حد يظلمك، أو حتى يأخذ لك حقك. بس يا أبوي مهما كان هذاك أخوك وهذيل حيانة. أنا قلت لك 100 مرة ما خذيت شيء من حد. هم اللي مطمعين فيي يا فاطمة يا بنتي، هم اللي مطمعين. من الحين كل واحد يلزم حدوده، سمعتيني؟ خلاص اللي تشوفه مناسب وزين. سمعيني يا فاطمة، انتي لازم تشتغلي يا بنتي. اشتغل؟ انا؟ طبعا انتي، اذا انتي ماخذة شهادتك ليش؟ انتي عندك دبلوم في التمريض، انتي صحيح انك ما محتاجة للشغل، لكنك يا بنتي محتاجة تخرجي من اللي انتي فيه من حزن. خلاص يا ابوي ما دام هذا رايك انا بشتغل. جميل، اذا مقدم الطلب لمدرسة الرحمة للتمريض. مدرسة الرحمة للتمريض؟ اي نعم، قدم الطلب هناك وهم اكيد بيوافقوا لانهم بحاجة لتخصصك هذا. خلاص يا ابوي انا موافقة. الو
الله يبارك فيك. متى؟ مع السلامة. أما سالم هذا طلع ولد عفريت بمعنى الكلمة. سالم؟ معقولة؟ عبد العزيز عبد الله ياخذ المناقصة منه؟ العطا يرسى عليه؟ معقولة؟ ما علي يا سالم، ما علي. لا تنسى ان احنا عندنا مشاريع كثيرة ولازم نبدأ فيها بعد ما نسلم المجمع السكري. لا 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 يا عمي، المسألة هذه ما لازم مركبية. أكيد حد سرب السر العزيز عبد الله أكيد. بس يمكن يكون هو قدم عطاء أقل، وفي الحالتين أنا عندي السيان. كيف يا عمي ويدي كيف؟ في واحد يشتغل هنا هو اللي سرب أخبار العزيز عبد الله. يا سالم لا تقوم تظلم الناس كذاك، احنا في شركة أسرة، وأنا إذا شكيت في أحد الموظفين معناته شك في نفسي. عمي سامحني أقول لك أنا ما مرتاح من هذه السالفة. تعرف أنا سعيد بحماسك هذا، الظاهر أنك تخليني أغير رأيي فيك. يا عمي أنت عمي قبل أي اعتبارات ثانية، واللي يصيبك يصيبني. يؤسفني أقول لك أني شاك في اللي سوى هذا الفعل الشينة، والمؤسف أكثر أنه صديقي وزميلي، لكن لما يخيروني بينه وبين عمي أختار عمي اللي أفضل علي، ولما يخيروني بينه وبين ضميري أختار ضميري بدون تردد. الحين أنت إيش تقول؟ ليش كل هذا الكلام الحين؟ من زمان أنا أشوف واسكت، لكن وصلت لمرحلة ما أقدر أسكت فيها، ما أقدر. زين تكلم يا سالم، من هذا الإنسان اللي تشك فيه؟ بيني وبينك يا عمي سيف. إيش؟ سيف؟ المهندس سيف؟ لا 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 لا، كل شيء ولا هذا عاد. سيف يعد من أنشط المهندسين، تراها الثقة اللي أزيد من حدها هي اللي خلتها يستغلها أسوأ استغلال. يا عمي سيف زميلي وأنا عارفه من سنين طويلة. أتصدق إذا قلت لك إن اتفق معي نقلل من أجور العمال ونقسم الفرق بيني وبينه؟ سيف؟ نعم يا عمي. لا وبعد سمعت إنه بيصرف أجور إضافية للعمال وهو يحط الفلوس في جيبه. أي يا عمي بيني وبينك السيارة اللي اشتراها هذه من يا فلوسه؟ سيف؟ معقولة؟ تريدني أعرف كل هذا واسكت بعد؟ زين زين بس خلاص اسكت، أنا ما لازم أخذ كلامك على أساس أنه حقيقة واقعة، أنا لازم أتأكد بنفسي. يعني أنت ما مصدقني يا عمي؟ صدقني يا عمي، أنا لولا أني صديت له وهددته كان من زمان لعب في مواد البناء وسلم المباني غير مطابقة للمواصفات. يعني خرب مستقبله بيدينا؟ معقول هذا الكلام؟ والله هو قال لي أنه بيحطه فوق رأس المهندس اللي يشتغل تحت إشرافه، والله يساعد المسكين. في هذه الحالة يريد يخرب الشركة بأكملها؟ لا لا لا، هذا الكلام كبير كبير يا سالم. عمي كلام كبير يمكن، لكن هي هذه الحقيقة وانا عندي شهود. وين سالم؟ وين سالم؟ عمي هذا هو جاي، انا ولا كأني قلت شيء، اتأكد انت بنفسك وبعدين انا بتعرف من المخلص. سالم انت هنا؟ سيف كيف تدخل بهذه الطريقة مكتبي وبدون استرداد؟ عفوا استاذ انا ما متبارك نفسي بعد اللي سواه سالم فيه. انا سويت شيء يا سيف يا اخوي؟ سالم إذا كان سويته هذا مزاح فاسمح لي أقول لك إنه مزاح ثقيل وسخيف بعد. إيش السالفة؟ تصور إنه يعطيني شنطة فيها ورق أبيض على إنه فيها رواتب العمال، يخليني أوقع على مبلغ 4000 ريال ويعطيني ورق أبيض؟ لا 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 لا، كله ولا هذا الكلام عاد. أنت خليت الفلوس وعديت من قدامي. يعني إيش؟ أنا قص يا سالم؟ والله سأل نفسك. اسكت واحترم نفسك. سيف وين الفلوس؟ الفلوس ما عندي. أنا أرجوك صدقني سالم هذا كذاب. هذه الفلوس لو ما رجعتها أنا أبلغ الشرطة. عمي عمي وسمعت الشركة وسمعتك؟ سمعت الشركة وسمعته وأنا؟ هذا فخ من سالم. سالم طول عمره يحب نفسه وما يهتم إلا بنفسه. يا سالم حرام عليك، إحنا كنا نقسم الأكل لقمة لقمة، حرام عليك اللي جات تسويه. هذا الكلام تقول لنفسك حرام؟ تسرق الشركة بعد ما نلت الثقة من صاحبها؟ قلت لك اسكت عن هذا الكلام. ولا ديت الفلوس ها؟ ولا ديت؟ اكيد ضمني في مكان اكيد. عمي انا من رايي ما نتركه، نفتشه نفتش بيته، واذا ما لقيناه نبلغ الشرطه بعدين. سيف انت وقعت على استلام المبلغ ولا لا؟ وقعت، بس انا اتصلوا فيني في مكتب سالم من موقع العمل، واكيد سالم استغل فتره انشغالي على التليفون وبدل الشنط، انا متاكد من هذا. وليش ما تاكدت من الشنطه؟
ما تصورت انه سالم يكون قاسي ومتجهم لهذه الدرجة. ثقتي فيه فوق كل الشبهات. هذا اللي يشب النار ويصيح بالحريقة، لحقوني لحقوني. استاذ خلفان أنا... اسمعني يا سيف. بس انا عندك مانع نفتش بيتك الحين؟ طبعا لا، تفضلوا. يلا يا سالم، وكل شيء بيظهر الحين. يلا. ايش السالفة؟ تفضل يا استاذ خلفان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ خلفان. اهلا. هذا سالم. اهلا سالم، انت من زمان ما جيت عندنا يا ولدي. اهلا خالي. وين غرفتك يا سيف؟ من؟ الاستاذ خلفان. اهلا 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 وسهلا، زارتنا البركة. كيف حالك يا صالح؟ الحمد لله. كيف حالك يا استاذ خلفان؟ تفضل تفضل يا استاذ. ايش هناك؟ ايش هذه؟ هذه الشنطة يا سيف. وهذه الفلوس. ايش اللي جابه هنا؟ واحد جاء اليوم وقال سيف يقول خليها في غرفته لأن فيها أوراق مهمة. واحد؟ انا ما رسلت حد. الشنطه هذه انا ما اعرف عنها شيء. اكيد سواها واحد ما يخاف ربه، واحد ما عنده ضمير، واحد يريد يحطمني. لكن ليش؟ ما اريد اي كلام، هذه سمعه الشركه. انا كان ممكن ابلغ الشرطه وادخلك السجن، لكن لا، انا اكتفيت باني افصلك من الشركه. انا ما بدافع عن نفسي، لان الحقيقه امامك وانت ما قادر تشوفها. ليش؟ ليش يا سالم تسوي كذي؟ ليش يا صديقي؟ يا زميلي؟ يا أخوي؟ أنا إيش سويت لك؟ في إيش ضريتك؟ ليش تريد تطردني وتطلعني بالمهانة والذل؟ ليش؟ تسمع يا عمي؟ تسمع؟ أريد يلبسني التهمة بدون وجه حق. أحمد ربك يا إنسان إنك انفصلت. شفت النتيجة؟ ليش الطمع؟ أنا أريد أسألك، انتوا ليش تحبوا الفلوس ها؟ ليش؟ ما تعرفوا ان القناعة كنز لا يفنى؟ ما تعرفوا؟ المهم سلم عهدتك للمهندس حسن وتفضل. للأسف خيب ظني فيك. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بالرجل الهمام، اهلا بسالم. تفضل. شكرا يا رجل. شكرا. فاطمه، هذا سالم اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا، شرفت مقابلتك بالبيت. اهلا بك. أنا جهزت لك 20,000 ريال. تفضل. شكرا. على فكرة كل شيء الحين صار ملك بنتي فاطمة. صحيح. الله يخليك إياها إن شاء الله. أنت أول واحد تسحب لي الفلوس من مبالغها اللي في البنك. أنا أعتبر هذه مكافأتي، لكن مكافأتي الكبيرة لما الأخت فاطمة تترك الحزن وترسم على وجهها ابتسامة. أنت معاي ولا لا إن الابتسامة ترسم العمل؟ كلامك جميل، وأنا أيضاً أشاركك الرأي. طيب، أنا أستأذن الحين. مرة ثانية مبروك. ما شربت شيء؟ ما عليه، أنا بشرب لما الأخت فاطمة تترك الحزن وتسمع كلامنا. يلا مع السلامة. مع السلامة. ثعلب مكار لكنه لطيف. يا ترى هو في ايش يفكر؟ وليش يشوف علي بهذيك النظرة؟ ايش باغي؟ والله فكرة زينة يا راشد. يا اخي انا اقول فرصة تخرج من هذا الجو اللي انت عايش فيه شوي، وفي نفس الوقت يا اخي اعتبرها دراسة ميدانية لأحوال الصيادين والثروة السمكية على الطبيعة. انا فعلا
فعلا محتاجة تغيير جو. صدقني بتكون معانا سعيد هناك كثير، والوالد والوالدة بيفرحوا بوجودك معانا. عموما خلاص انا ما عندي مانع. تفضل. شكرا. الو. نعم. نعم قاسم. اهلا راشد. اي نعم لحظه موجود. الو. اهلا قاسم، اكيد تريد تعزمني على زواجك. ايش وبعدين؟ ها وبعدين؟ فصل سيف. زين زين خلاص زين خلاص انا بتصرف. زين زين اجي ونتصرف مع بعض. يلا خلاص مع السلامه. خير راشد؟ ايش هنا؟ معقوله سيف يستغفلني انا؟ يريد يشوه سمعه الشركه ويكون السبب في خرابها؟ هدي اعصابك يا عمي، هدي اعصابك. الحمد لله كل شيء رجع من الاول، الفلوس رجعت. افتح له مكتبي واشغله وامنح ثقتي يخيب ظني فيه؟ كل واحد يرجع لاصله، كل واحد يرجع لاصله يا عمي. سالم انت كبرت في عيوني كثير. انا ما بنسى لك هذا الجميل ابدا. انا بصدر قرار بتعيينك نائب لي علشان كل شيء يكون تحت اشرافك. انا اريد ارتاح هذول اليومين، وثقتي بك كبيرة والبركة فيك. طمن يا عمي طمن. الحمد لله الحمد لله ان قدرنا نلحقها في الوقت المناسب. الله يقدرني يا عمي، الله يقدرني واني اكون عند حسن ظنك ان شاء الله. سيف يسوي كل هذا السواه؟ يا خسارة. ما ممكن. المهندس سيف؟ للأسف ايوه. يا ابوي يا ابوي ما ممكن المهندس سيف. يا بنتي انا بنفسي ما كنت مصدق لحد ما سالم كشف كل شيء. سالم؟ اي نعم سالم. لولا سالم كنت عايش في خدعه كبيره لحد الحين. غريبه. سالم؟ ايوه نعم سالم. سالم اللي رفضت لي كزوج، وانا بنفسي شفت الصدمه عليه، ومع ذلك عمل باصله واشتغل بمنتهى الاخلاق والامانه. سالم؟ اي نعم سالم. سالم قلبه علي لاني عمه، وما نسى الدم اللي بيني وبين ابوه. ابوه هند. انا لازم اقوم بمحاوله ثانيه علشان نحل الخلاف اللي بيني وبين ابراهيم اخوي. يا ريت يا ابوي يا ريت. انا بتفق مع سالم، انا نروح كلنا مره واحده، واتمنى ان اخوي ابراهيم يفهمني. ولازم يعرف اخوي ابراهيم ان الزعل ما وراه غير الفرقه، واحنا اخوان. الحين ما حد غيري انا، الحين الكل في الكل. دائما يكون الاذكى والانجح سيف. ما دام ان الدفاتر تمام اذا كل شيء تمام. وهند، هند الحين توافق ما توافق ما يهمني، المهم الفلوس والطريق قدامي علشان اجمعها. وبعدين هند او فاطمة نفس الشيء. سيف حاول يكون عقبة في طريقي. نسيكي نسيف نسيكي. المشكلة انك طحت عند انسان ذكاء خارق. ارجوكم ما اريد كلام في هذه السالفة، يكفي. انت غلطان يا سيف، توثق بسالم وانت تعرف اساليب امكه. يا ريتني ما خذيت الشنطة، يا ريتني ما خذيت. المفروض انك تواجه تدافع عن اسمك عن مستقبلك يا سيف. لا حول ولا قوة الا بالله. في صديق يسوي بصديقه هذه السواب؟ لا ليش؟ انا اعرف ليش. قاسم ارجوك تسكت. لا ما اسكت. هو خايفة منك تتزوج هندي اللي رسم عليها لأنها طمعان فلوس أبوها. ها؟ من هذا الهند بعد؟ يا أبوي لا تأخذ في كلام، هذه مجرد أفكار. سيف المسألة ما لازم تمر بهذه السهولة. إيش تريدني أسوي؟ سالم هذا رسم كل شيء ونفذ كل شيء، وأنا وقعت في الفخ خلاص. أي كلام الحين ما منه فايدة. بس أنت لازم ترجع للعمل مرة ثانية يا سيف. لا يا قاسم، حتى لو سبتك براءتي وطلبوا مني أرجع لذيك الشركة فأنا ما برجع مرة ثانية. أنا بشتغل في أي مكان ثاني. لازم تثبت براءتك بالأول،
ما أعتقد حد بيوافق شغلك في شركته. السالفة هذه تنتقل من شركة إلى شركة يا سيف. يعني إيش؟ يعني في أشياء كثيرة أنت ما شايفينها ولازم تشوفها. أنا ما لازم أسكت، لازم أتحرك، لازم نقول الغلط غلط مهما كان. والله حالة شيء طبيعي أنك بتدافع عن ولدك. أنا ما جاي أدافع عنه ولدي، وأنا عارفه زين. أنا جاي أدافع عنك أنت. عني أنا؟ إيه نعم يا خلفان، أنت صاحب فضل علي، وهذه الشركة أنا قضيت فيها سنين من عمري. والدين النصيحة يا أستاذ خلفان. صالح يكفي، ولدي ما بيموت بالجوع. خلنا أقول لك كل اللي أريد أقوله وأنت بعدين قرر. أنت إيش تريد تقول؟ تفضل. من اللي قال لك إن ولدي أخذ الفلوس للبيت؟ اللي قال لك هو اللي يريد يضر سيف ويضرك ويضر الشركة. ما حد قال لي. لا، في حد. الشيطان، الشيطان وانت ما شايفه. خلنا ناخذها بالعقل. معقول اللي ياخذ الفلوس يحطها في البيت ويجيبك تفتش عنها؟ لا طبعا، ما معقول. اللي صار يا خلفان انه سالم عطى سيف شنطة فيها ورق ورسل اللي فيها الفلوس للبيت. ما في شيء يثبت هذا، بس الاثبات الموجود ان سيف خذ الفلوس ووقع على الاستلام. سامحني يا صالح، الموضوع ما يطلع من هذا النطاق. انا عندي شغل، وما اعتقد ان المناقشه في هذا الموضوع مجتية. انا خايف عليك، انتبه زين. انا رايح، بس قبل لا اروح اريد اقول لك شيء. لان اللي سوى هذا السواه بكره بيسوي اللي اكبر منه. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سالم تعال مكتبي بسرعة. عمي صالح، عمي صالح، أهلا وسهلا. معقول الله يهديك تجي الشركة وما تمر علي المكتب؟ خير، ليش تشوف علي كذي؟ ايش يفيد يا ولدي لو الانسان كسب اموال الدنيا وخسر نفسه؟ كيف يعني؟ ما فهمت قصدك. ما دام الانسان اللي في داخلك مات، نقول على الباقي العوض وعزاك دايم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي الريال جن خلاص، ماشي ويكلم عمره. يلا. نعم خير. ليش انت بعد تشوف علي كذي؟ معجب؟ لا والله معجب. زي يلا راح شوف شغلك. راح سبال. نعم عمي، في شيء؟ سالم، أنا ما أحب أظلم حد، علشان كذي أنا دائما أحاسب نفسي قبل لا أنام وأفكر في كل شيء سويته في يومي. علشان كذي أنا طلبتك عشان أسألك وارتاح. سالفة سيف بعدها شغلت لك عمي. سالم الحمد لله أنا الخير عندي كثير، إذا ضاعت فلوسي ما بكون ندمان، بس أهم شيء أنه ما بضيع سمعتي. عمي الحقيقة بانت أمام الجميع. يا ولدي يا سالم، أنا أقول يا ولدي ما يمكن يعني عن طريق الغلط أنت أعطيته الشنطة اللي فيها الأوراق بدل ما تعطيه الشنطة اللي فيها الفلوس. أنا سويت هذا أكون مهمل وما أستاهل أكون مدير مالي بالمرة. وبعدين يا عمي أنا لو سويت اللي تقول عليه أكون قاصد يعني، وبالمرة أكون رسلت واحد علشان يأخذهم البيت سيف. وليش أسوي كذي؟ على الأقل مبلغ زين
لو كنت طمعان في أخذه بدل لا يأخذ سيف. لا يا سالم لا. عمي أرجوك أرجوك بدون تجريح. إذا كنت تريد تبر سيف وتتهمني أنا ما عندي مانع، لأني أريد راحتك مهما كان، أنت عمي. عموما أنا بغيت أسألك وأريح ظني. وخلاص أرتح. ممكن تروح وتشوف شغلك. أنا بكرة بريحك يا عمي، وما بسمح لأي عضو فاسد يضيع أعمال الشركة. اللي يريد يضيع يسبته ما أحسن له. أنا متأكد إنه مظلوم لهذه الدرجة. أنت واثق من صديقك سيف هذا؟ أنا واثق من سيف، وأعرف سالم زين بعد. سالم طول عمره يفكر بطريقة مختلفة وغريبة بعد. أريدك تقول لي في واحد أبوه يبعته للخارج علشان يدرس زراعة ويروح من وراه يدرس تجارة وبدون علم أبوه، كن فاهم، بس علشان أبوه يبعث له فلوس. واحد مزعل أبوه طول الوقت إيش يطلع؟ خلفان صديقي، وأنا مستغرب كيف يصدق مثل هذا الشيء. أنا اللي عارفه إنه هو منظم في كل أموره. يمكن لأن سالم ولد أخوه. لا 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 لا، أنا ما أعتقد، ما أعتقد إن خلفان يهتم بالخصوصيات والقرابة على حساب الشغل. بس أنا واثق من براءة سيف. زين ليش ما تحاول تقابلهم وتشوف؟ قابلتهم، كل واحد مصر على موقفه، بس الزمن بيبين كل شيء. أنا ممكن أقابل خلفان وأتكلم معه، لكن هذا ما بيغير شيء في الموضوع، لأن ما في دليل تحت إيدي يثبت عكس اللي صار. ما أعتقد في داعي تتعب نفسك. ما في حقيقة تظل مخفية على طول، كل شيء يجي له يوم يبان. أنا متأسف وحزين إن الصداقة هذه تكون آخرتها. يا أخي أنا حاسس إني بختنق هني، إيش رأيك نسافر البلد بكرة؟ والله فكرة، بس خليها يوم الخميس، نقضي الخميس والجمعة هناك ونرجع السبت بإذن الله. حمد أنا أريدك تساعدني بشيء، ممكن؟ طبعا ممكن، أنت تعرف إيش كثر معستك عندي. أريدك تساعدني في شراء هوري لأبوي، هوري بمكينة، أدفع اللي أقدر عليه الحين أقصد لك الباقي. هذا أمل عاش أبوي عليه سنين طويلة، وان لوان إني أحقق له أمله. نعم نعم، واضح ومفهوم، أريد مهندسين على أعلى مستوى. ممكن أخلص مشروعنا قبل مشروع خلفان. مع السلامة. ليش تضحك كذاك يا أبوي؟ تعالي 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 تعالي. إيش هذا؟ الحمد لله، أنا سعيد يا بنتي، سعيد إنك تركت الألوان الغامقة الحزينة. بصراحة يا أبوي أنا قلت كذاك أحسن. يا ريت يا ريت إن هذا التغير والتفاؤل يكون في نفسك وتفكيرك. اطمن يا أبوي، يلا أنا تو استأذن. تعالي تعالي، أنت وين رايحة؟ أوه يا أبوي، أنت نسيت إن اليوم أول يوم عملي وبستلم الشغل؟ أنا متأكد يا فاطمة يا بنتي إن مهنة التمريض الإنسانية هذه راح تنسيش كل أحزانك. تعال 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 عمي تعال. ما قلت لي ليش كنت تضحك؟ أضحك على واحد مغفل صدق الشيطان وطرد الملاك. هذه كأنها لغز. لا ما لغز، خلفان صدق سالم ولد أخوه وطرد أكفأ مهندس عنده في الشركة. إيش يكون هذا؟ ولا إيش يكون خلفان إلا إنه مغفل؟ سالم؟ أنا الحين بقول لك على كل اللي صار. يا صهنا. أيوة يا عاشا. أنا خايفة على السيف واجل يطلع من أول النهار وما يرد إلى آخر الليل. الله يوفقه ويسهل طريقه. أنا عارفة ولدي زين، يضحك في وجوهنا عشان ما يزعلنا، بس هو يتقطع من الداخل. السلام عليكم، كيف حالك يا أبو سيف ويا أم سيف الغالية؟ كيف تأخرت عليكم؟
ليه زعلان كذا؟ خايفانين علي؟ لا لا لا، أنا أطلب منكم، أنا مقدم في أكثر من شركة وإن شاء الله بحصل على شغل. أكيد أكيد بشتغل يا أمي. أقول يا أمي أنا جوعان، يا ريت لو أحصل لقمة أكلها لأني ناوي أخرج. يا صالح. ايه سمعت. مين اللي بيضى شغله الحين بعد اللي صار؟ من؟ انا. انت؟ انا يسعدني تكون المسؤول، اقصد المهندس المسؤول عن مشروع المجمع السكني الجديد. ما تخاف اني اسرقك؟ لا، لاني متاكد إنك بريء. كيف تأكدت؟ السلام عليكم. أنت؟ إيش جاي تسوي هنا يا سالم؟ أنت اللي إيش قاعد تسوي هنا؟ لا يكون تشتغل هنا بعد. أقدم لك يا سالم المهندس سيف، المهندس المسؤول عن مشروع المجمع السكني الجديد. إيش؟ سيف؟ سيف مهندس هنا عندك في الشركة؟ من حقي أعين الكفاءات اللي مثل المهندس سيف. بس أنا ما قلت رأيي يا أستاذ عبد العزيز. عندك مانع؟ أعتقد أنه سالم هو اللي عنده مانع. أنا؟ سالم مجرد صديق، ما موظف عندي. صديق؟ إيش جاي تسوي هنا يا سالم؟ أظني كل شيء الحين بان. أنت اللي خبرت عبد العزيز بسر المناقصة. أيوة أنا، وأنا اللي رسلت شخص لبيتك مع الفلوس، وأنا اللي طلعتك لص، وأنا سبب فصلك من الشركة. تقدر تقول لي إيش اللي ممكن تسويه الحين؟ أصرخ مثل ما تريد، ما حد بيسمع كلامك. أنا الحين الكل في الكل في الشركة. عمي خلفان نفسه ما يقدر يفصلني. تعرف ليش؟ لأن كل شيء صار تحت قبضة إيدي هذه. فاهم؟ زين ليش؟ ليش تسوي كل هذا؟ إحنا أصدقاء. وأنا أكرهك يا أخي، أكرهك. تريد تدخل قلبي بالغصب يعني؟ طول عمرك وانت تبين أنك أحسن مني، في المدرسة، في الشارع، في كل مكان. تريدني بعد أتركك تحوط على عمي وبنته؟ لا، اصحى، أنا سالم إبراهيم، سالم إبراهيم الأذكى والأقوى. بالهدوء، ما كذاك عادي يا سالم. أنا الحين ألعب على المكشوف، وهذا أنا كشفت لك أوراقي. راويني راويني إيش ممكن تسويه لهذه الدرجة. قلبك أسود؟ معقولة؟ معقولة ضام كل هذا الحقد وهذه الكراهية؟ أنت حتى ما تحب نفسك. اللي يحب نفسه يحب الناس، يعرف إيش معنى الحب. لكن لا، أنت تكره نفسك وتكره الناس فيك وتكره كل شيء من حولك. يا خسارة يا خسارة يا سالم، يا خسارة. ما لها داعي الحين هذا الفلسفة، ما لها داعي. أنت تعتقد أنك انتصرت؟ صدقني هذا انتصار رخيص. أنت اللي لعبت وأنا اللي انتصرت. يكفي أن نخرج من هذه التجربة وأنا كاشف لك على حقيقتك. اسمعني يا سالم، أنا ما بسوي شيء، ما بروح أشم الأيادي علشان أرجع لذيك الشركة. لا، أنا بشتغل في أي مكان، في أي شركة ما بيكون فيها واحد مثلك. أنا من رأيي أنكم تتصافوا وتتصالحوا، وخصوصا يا مهندس سيف، إنك من اليوم بتكون عندي في الشركة كمهندس عامل. أنا آسف يا أستاذ عبد العزيز، آسف لأني أردك. أنت يمكن تعرض علي فرصة أنا بحاجة لها في هذا الوقت، لكن صدقني صدقني ما أقدر أقبلها. ما أقدر أقبلها لأني ما أقدر أشتغل مع ناس ما قادرين يحسوا بالتغيير اللي يصير. ناس تبني وتعمر وناس تهدم. لا، ما أقدر أشتغل معاكم بعد ما كشفت أساليبكم. هذا ما طريقي، ما طريقي، ما طريقي. أنا أريد أعرف، أنت كيف قدرت تعين واحد مثل هذا عندك؟ أيوة، علشان إنسان صادق وأمين. أنا ممكن مرة أتعامل مع واحد مثلك، لكن لما أريد أشتغل أشتغل مع سيف وأمثاله. نعم، أنت إيش جالس تقول؟ أنا لو شغلت ناس ممكن يبيعوا ضميرهم بالفلوس أكون جنيت على نفسي. كيف هذا الكلام؟ سالم؟
سالم يسوي كل هذا؟ انت متأكد؟ كيف؟ زين مع السلامة. مع السلامة. سالم تعال اريدك مكتبي بسرعة. معقولة سالم بيسوي كل هذا؟ نعم انا ما فاضي لك، ما فاضي لك. بعدين بعدين عمي. نعم عمي. بغيت شيء؟ انت كيف بتسوي كل هذا وما تخبرني؟ الله يهديك. ايش الله يهديك عمي؟ انت اعطيتنا تفويض كامل اتصرف وكل شيء نيابة عنك. معقولة عمي؟ الله يهديك عاد، اشغلك بكل صغيرة وكبيرة. الله يهديك يا عمي. بعد والله العظيم هذا عيب، حتى عيب. عمي احنا بالخدمة. عمي اسألك، انت اللي غيرت مهندسين المشروع؟ المهندسين والعمال. لا وبعد ناوي اغير بعض الموظفين وبدون ما اعرف انا يا سالم. تراي مو معقولة يا عمي على كل لحظة والثانية ازعجك. كيف؟ ما فهمت يا عمي. انا اتصرف من اجل الصالح العام للشركة. اللي عرفته ان سيف لأعوان وما حبيت اشتغل وهم موجودين علشان ما يلعبون ورانا. أسألك يا عمي، أنت يهمك الشغل ولا اللي يشتغلون؟ الشغل طبعاً، واللي يشتغلوا يكونوا أوفياء. آها، وصلنا لمربط الفرس مثل ما يقولون. لذلك أنا عينت ناس لهم كفاءتهم ولاءهم للعمل وللشركة. مهما كان، فأنا لازم أعرف. شوف نفسك الحين يا عمي، هذا أنت معصب الحين، فما بالك لو قدامهم. أنا يا عمي أخاف عليك وعلى صحتك. قلت لنفسي انا اتحمل بدل عمي واتصرف معهم. غلطان انا في هذه الحاله يا عمي. معقول في ناس تحقد علي وانا ما ادري؟ ما علي يا عمي ما علي، انا لهم عندك ودخوك الامين. انا خليت الكل يمشون على خط مستقيم. تريد تتاكد روح وانزل موقع بنفسك وانت تشوف. الشغل ماشي على قدم وساق. كل واحد الحين يا عمي يشتغل اكثر من الاول 3-4 مرات. ما ادري ليش يساورني القلق. وليش هذا القلق يا عمي؟ احنا الحين لو خلينا اللي يساعدوا سيف يشتغلوا كنا بنغرق. لا تنسى احنا عندنا مواعيد تسليم، في لجان لازم تستلم المباني في المواعيد المحدده وتكون المباني مطابقه للمواصفات. عمي الله يهديك، يعني كنت تريدني انتظر كل شيء يضيع وما يلحق على شيء؟ ما ممكن. معك حق في كلامك، بس مره ثانيه اي شيء تريد تسويه تخبرني به. تراني جاي عشان اقول لك عمي، اول مره اتوقع على كشوفات تعيين عمال والمهندسين الجدد. هذه كشوفات عمي. تفضل وفي كشوفات هناك صرف الرواتب والحوافز. راجع عمي. تفضل راجع عمي. انت راجعتهم؟ ايوه عمي راجعتهم، بس لا لازم تراجعهم بنفسك. لازم. لا لا ما في داعي، انا بوقع. انت صرفت لنفسك مكافأة؟ لا عمي لا لا، انا ما اريد شيء. ارجوك عمي، عمي انا ما يهمني شيء في هذه الدنيا الا شيئين، رضاك عني وسعادة هند بنت عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحين كنا نتكلم عنش. عني انا؟ ايوه يا هند، انا ما في شيء على لساني الا اسمك بس. سالم. وبعدين؟ واسم عمي طبعا. سالم رتب امورك، الخميس الجاي بنروح البلاد وهند بتجي معانا مره واحده علشان تتعرف على اهلها. اعتقد ان حان الوقت ان نصفي كل خلافاتنا مع بعض. مبروك يا ابو راشد. مبروك يا ابو راشد. الله يبارك. مبروك. الله يبارك فيكم. الف مبروك يا ابو راشد على الهول القريب. الله يبارك فيك يا ابو اسماعيل. في وقت قريب ان شاء الله كل واحد منكم بيكون عنده هوري مثل هذا ان شاء الله. ان شاء الله. هاي يا راشد، ايش اللي باقي بعد؟ باقي كثير يا معلم علي، بس ان شاء الله ابوي يكون راضي عني. انا راضي عنك طول عمري يا ولدي، وما اظنك في يوم من الايام بتزعلني، والبركه في المعلم علي اللي طبعك. أنا ما سويت شيء، ما سويت شيء يا أبو راشد. راشد هو اللي معدنه طيب، ولولا تربيتك الفاضلة كان راشد شيء آخر. يا ريت لو أقدر أغير كل شيء في ظرف ثانية. لا تستعجل يا راشد، لا تستعجل، المستعجل ما أكل عيش هني.
مبروك زواجك يا ولدي يا مسعود، مبروك. الله يبارك فيك يا عمي، أنا الليلة أسعد مخلوق بهذه الدنيا. بس إيش يا ولدي يا مسعود، إيش هناك؟ أقول يعني أنا متعبنكم معي، طول عمركم أنتم مهتمين فيني، حتى الزواج سويناه في بيتكم. أفا عليك يا ولدي يا مسعود، أفا، لا تقول هذا الكلام. وبعدين مثل ما صبرية بنتي أنت بعد ولدي، وأنت بعدين مين عندك في البيت؟ ما في حد. عشان كذا يا ولدي لو ما سويت معاك هذا الناس بيلوموني. لا تفكر في هالشيء، لا تفكر. عمي إبراهيم وخالتي جميلة وينهم؟ ما شفتهم. الحين بيوصلوا إن شاء الله، الحين. تفضل تفضل. يا حرمة يا حرمة، ما يصير، قوم نروح العرس. قلت لك ما أروح. يعني مسعود سرقها من ولدك؟ ولدك لا أسأل فيها ولا فيه، ومن يعرف يمكن يكون تزوج. معقولة سالم يتزوج من غير ما يقول لنا؟ هو كان من متى يقول؟ يعني هو لما درس تجارة قالنا. أنت طول عمرك كذا، ما تريد تنسى هذا الموضوع. غصبا عنه، تراه اللي يكذب مرة بيكذب مليون مرة. يلا لعن إبليس وقومي رايحين العرس. قلت لك ما أروح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حرمة يا حرمة، لا تجيبين كلام الناس. صبرية بنت أختك ومسعود ولد أختك، يعني سالم صدقيني ما إلا نصيب في صبرية، وأنت عارفة إن الزواج قسمة ونصيب. قلت لك ما أروح يعني ما أروح. روح أنت إذا كنت خايف على جمعة لا يزعل عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله من هذه الإنسانة. السلام عليكم يا إبراهيم يا أخوي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضل عمي تفضل. تفضل هنا بتعمي، تفضل. سالم ولدي، اشتقت لك كثير يا ولدي. وأنا أكثر يا أمي. كيفك أنت؟ الحمد لله يا نور عيني. أهلا خلفان، كيف حالك؟ أهلا جميلة، كيف حالك؟ الله يعافيك. الله بخير. الحمد لله. الله يسلمك. معقولة هذه هند؟ ما شاء الله صارت عروسة. كيف حالك يا بنتي يا هند؟ الحمد لله بخير. كيف حالك أنت يا خالتي؟ الله يعافيك يا بنتي، الحمد لله بخير. أبوي كيف حالك؟ زين، بعدك تتذكر إن عندك أب؟ الله يهديك بس يا أبوي، حد يتنكر لأبوي يعني؟ عمي أنا أول مرة أتكلم معاك، أبوي جاء علشان ننسى اللي كان، ما معقولة تقضوا كل حياتكم في زعل، الحياة ما تستاهل كل هذا. أبوي كلام هند صحيح، وبعدين الاختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. وس أنت ولا كلمة. عمي كونك اشتغلت في الزراعة والفلاحة وأبوي اشتغل في التجارة، ما معنى هذا أنك تأخذ منه موقف؟ أنت ما فاهمة شيء يا أبوي، عمي إنسان ناجح، وبسببه في مدة بسيطة أنا صرت ناجح مثله. الله يهديك بس، يعني زعلك إن أخوك وولدك يصيروا ناجحين؟ سالم اسكت. إذا سكت سالم أنا ما بسكت يا عمي. أمس غير اليوم، اليوم كل شيء تغير، ومثل ما الزراعة مطلوبة هم بعد البناء والتعمير مطلوبين. يا أولادي ظهرنا أخوي إبراهيم يريدنا نعيش ونموت وإحنا متزعلين. يا خسارة، أنا اعتذرت من اللي صار مني وجيتك كم مرة ورديتني. تفتكر يا أخوي إبراهيم إن الحال عاجبني؟ لا يا أخوي ما عاجبني، لأنك أخوي ابن أمي وأبوي. يا إبراهيم الواحد لو طاح يقول آخ.
عمي. صدقني يا عمي، أنا سعيدة لأني التقيت فيك. حرم يكون لي عم مثلك، ونحرم منه. خلينا نكون أهل، لا تخلينا نورث زعلكم القديم، خلينا نورث الحب والتسامح. أرجوك يا عمي، الله يخليك. هي هي يا بنتي، الكلام اللي قلتيه ما قدرت السنين تزرع في نفسي. عمي خلفان، أريد أرد قضاي وأصفعك حتى ولو كان قدام بنتك. تفضل يا إبراهيم. إبراهيم فان يا أخوي. إبراهيم يا أخوي. الله يلعنك. اليوم يبغالنا نذبح ذبيحة. ما وقت، ما وقت يا جميلة، ما وقته. أول شيء لازم نروح نبارك عرس مسعود من صبرية. عرس من؟